بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف معاكم إزاي هنختار الأغصان زهرة الشمع أو الهوية بأنواعها المختلفة علشان نقوم بعملية الإكثار ليها أو زراعتها، وإزاي نختار العقل ديت. هنشوف مع حضراتكم قدامنا نبات زهرة الشمع اهوت. هناخد منه السيقان اللي هي فيها الزيادات ديت زي ما حضراتكم شايفين كده. هنحاول نشوف حاجة تانية تكون أوضح فيها حضراتكم. الزيادات ديت بتبقى فرصها أكتر إن هي يخرج مكانها جذور. هنجيب الساق اللي احنا عايزين نعمل من خلال عملية الإكثار، وهنقصها، وبعد كده هنقوم بتقطيعها. لو عايزين نبات كبير بسرعة فهنحاول نقطع عقل كبيرة، ولو عندنا صبر ومش مستعجلين عليه هنقوم بتقطيع عقل صغيرة. طيب العقل هتقطع ازاي؟ لو بدأنا مثلا بالعقد الصغيرة، هنقول ان عندنا العقدة في نهايتها ورقة اهيت، ماشي، هنقطعها من بعد اخر ورقتين. وعندنا اكتر من طريقة للزراعة، يعني ممكن العقدة ديت ناخدها نحطها في مية لمدة 10-15 يوم، هتقوم بعمل جذور. بعد كده الجذور ديت هنحطها في التربة. الطريقة التانية ان احنا ممكن نقطعها ونحطها في التربة على طول. هنقوم بتقطيع الجزء ده كده وما فوق عقلة، وهناخد الجزء ده من بعد الورقتين دولت لحد الورقة اللي قبليهم، نقطع المكان ده، وهتبقى كده عقلة تانية، وهكذا واحنا ماشيين لحد هنا برضو هتكون عقلة تالتة لحد نهاية الغصن بتاعنا اللي احنا بنزرعه. هنتابع معاكم ان شاء الله في فيديوهات قبل كده لزهرة الشمع كنا زرعناها قبل، وهتشوفوا ان شاء الله لما نقوم بزراعة الأغصان ديت ايه التطور بتاعها ان شاء الله. نشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.